طيب لو رحنا لارقام كودي كاجو لاعب منتخب هولندا. طبعا كابتن هو مميز جدا النهارده، يمكن من اوائل مبارياته، حاول على المرمى النهارده اكتر من مرتين او ثلاثه، واخد اعلى تقييم كمان في المباراه. يمكن هو النهارده ظهوره في اللقاء ظهر بشكل كويس وقادر ان هو يلعب بشكل محترم، وكمان يا كابتن كان بيقدر يعمل همزه الوصل ما بين وسط الملعب وما بين خط الهجوم. كان قادر حتى يوصل الكره ليانسن بشكل سريع جدا، كان بيقدر ان هو يعمل عمليات الربط دي. ووجوده يا كابتن في الدقيقه 83، دخوله من رقم 10 لحد يعني منطقه الجزاء بالنسبه لادوارد ميندي ويخطف الكره بالشكل السريع ده ويسجل هدف، اعتقد ان هو جاب اغلى ثلاث نقاط لمنتخب هولندا، لان منتخب هولندا برده مش المنتخب اللي ممكن مرعب زي منتخب انجلترا، مش المنتخبات مش اللي نقول عليه ان هو ممكن يفوز بكاس العالم، لكن ممكن يتسحب واحده واحده ممكن، بس برضه في طريقه ممكن يخبط في انجلترا، ممكن يحصل مشكلته في خط هجومه، مشكلته في خط هجومه، يمكن هجومه ايندهوفن واياكس يمكن لسه مش المنتخب اللي مرعب. ديباي برضه ما بيلعبش برشلونه فبيبقى بينزل كدكه بدلاء مش بيلعب بالشكل الاساسي. لو تبص على يانسن حتى او كلانس اللي نزل في الشوط الثاني، هو الترمومتر الاداء بالنسبه لهم فرانكي ديونج هو الترمومتر، لكن شاكبو يمكن من اللعيبه اللي هتظهر في المونديال ده، من اللعيبه هتظهر بشكل كويس. برضه كابتن الباك الشمال بالنسبه لهم بلينت بيظهر بشكل كويس قوي، بيعملوا حاجه انا بشوفها يمكن بقت في العالم دلوقتي بترجع تاني اللي كنت حضراتكم بتلعبوا بيها، وهي الثلاثه اللي في خط الظهر، الثلاثه اللي نقول عليهم فلات كده يفتحوا الملعب بشكل كبير. النهارده عاملينها باكي وفيرجيل فان دايك وكمان ماتياس دي ليخت، وبيفتحوا الملعب بشكل كويس عشان يدوا الحريه للظهيرين، الظهير الايمن والظهير الايسر. يمكن خطورتهم بتبقى عن طريق جاكبو وطبعا والباك ليفت اللي هو بلينت عشان يلعبوا بشكل سريع جدا، وفرانك ديونج بيميل سواء ناحيه الشمال او ناحيه اليمين عشان يقدر يلعب العرضيات.